السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكثر شيء يشد انتباهك إذا وصلت رواندا هو نظافة الشوارع. بلد فقير، عدد سكانه 12 مليون، مساحته صغيرة 26 ألف متر مربع، ومع ذلك نظافة شديدة. ما هو السر وما هو السبب؟ السر ما هو بقوة النظام ولا بقوة رئيس البلدية ولا بشركات النظافة، السر هو ثقافة عند المجتمع. عندما تكون التوعية جادة ومدروسة تؤتي ثمارها. عندهم يوم السبت من آخر كل شهر من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 الظهر تتوقف حركة السير، ممنوع يمشي لا سيارة ولا دباب. وينزل الشعب الرواندي كله، المواطنين، الطلاب، المسؤولين، الجميع بالاستثناء، ويقومون بتنظيف الشوارع، علما بأن هذا الأمر ليس إجباري. إذا ما نزلت ما حد راح يخالفك. حتى أصبح هذا الأمر عادة وثقافة عند المجتمع الرواندي، واللي ما ينزل وينظف ينظر لها المجتمع نظرة دونية. فإذا كانت هذه النظافة وهذه الثقافة موجودة عند المجتمع، فاللي ينظف الشارع أكيد راح ينظف بيته وينظف ما حوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فالذي يميط الأذى من باب أولى لن يضع أذى. عادة وثقافة وتوعية لا تكلف الكثير، وآتت ثمارها وعاجزت عنها كثير من الدول. إبراهيم، السواحلي والرواندي في كلمات قريبة للعربي، مثل إيش؟ مثل أيوة، مثل شكرا، موجودة في اللغتين. مثل يعني ستة، مثل سبعة، مثل تسعة، هذه كلها نفس الكلمات العربية. نعم، في كلمات العربية. في أظن صحن عندكم نفسه. هو صحن نفسه. صحن. يحدثني مستثمر سعودي في رواندا، يقول استثمرت في مجال الدواجن، يقول لكن القوة الشرائية ضعيفة والتنافس كبير. يقول واستثمرت كذلك في الزراعة، يقول الزراعة أموري تمام، يقول ممكن في سنة إلى 3 سنوات تسترد رأس مالك. الأمر الثاني يقول أمطار عندهم 7 أشهر بالسنة. الأمر اللي مميز جدا في رواندا، يقول إذا ما استطعت تبيع المحصول خاصة مثل الحبوب والقهوة والشاي، يقول الدولة تشتري منك كل شيء، فما في خسارة في الاستثمار الزراعي. النوع من البطاطس هذا هو اللي يستخدم للشبس، وينفع قلي بعد وطبخ. وهذه من الخضروات الأفريقية اسمها كثافة، تطحن ويسوي منها عصيدة وطعمها حالي. حكومة رواندا تبنت مشروع القضاء على الفقر، عندهم خطة في كل سنة ينقذون 1 مليون شخص من خط الفقر. في 2020 راح يحتفلون بآخر فقير. طبعا ما هو معنى أنهم يقضون على الفقر أن يكون غني، لا، بحيث أن يكون عنده مصدر دخل أو بسيط. يعني مثال، يعطون الأسرة بقرة، وإذا أنجبت يأخذون العجل يعطونها أسرة ثانية، يقدمون قروض ميسرة لموضوع الزراعة، كذلك في دعم وتمويل للزراعة. عندهم تشديد على عدم رفع الأسعار الأساسية، يعني السلع الأساسية خط أحمر، ما أحد يستطيع رفع أسعارها.